أرقام التوزيع والبيع عم بتزيد بكل الدول، وطلبات التعاقد للحفلات معك ما عم لحقلها. أنا كنت متأكد من هالشي، جماهيريتك عم بتزيد يوم عن يوم. هي منيح منيح. لك شو منيح؟ منيح؟ أنت لازم تفرح، أنت اليوم صرت ستار قد الدنيا، لازم تفرح يا نجم. هلا أنا قلت لك بالماضي يعني من لما بلشنا شغل ما كتير عندي هم بالقصة، بس يعني اللي عم يصير كويس الحمد لله. ليك أنت حققت جماهيرية كتير واسعة بفترة كتير قصيرة. أنا رح بعمل لك حفلة بالشام وعزم عليها ناس كتير مهمين، هيدول رح يفيدوك، يفتحوا لك مجالات كتير كبيرة لقدام. جاهز. ايه ماما، أنا شي ساعتين بكون بمطار بيروت. ايه تأكدت من الحجز ذهاب وإياب. ايه يا ماما، ما بدنا نرجع لنفس القصة، قلت لك أنا من البلد ماني طالعة، أنا جاي أشوفكم أسبوع زمان وريح راسي بعدين راجعة، أنا عندي مشاريع طويلة عريضة. لا مو نسيان المتعهد الجديد، مثل ما وقفنا بوش اللي قبله بنوقفه بوشه. ايه ولا يهمك، يلا باي. مساء الخير جميعا. في تكريم الأستاذ صبحي ياسين صاحب